ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله امتحانات الميكروبيولوجي للدكتورة شيماء. الامتحان عليه 33 درجة. الامتحان يتحل في نص ساعة وايدك تكون زي الكمبيوتر. امتحانات دكتورة شيماء مقالي، تمام. ان اسكيماتيك دايجرام الستريت ذا ميكانيزم اوف باثوجينيستي اوف الكوفيد-19 فيرال انفكشن. السؤال ده عليه 6 درجات. السؤال ده بيتضمن الكلام مع الرسم. اول حاجه ان الاس 1 سب يونت اون كوفيد 19 باين مع الاي سي اي 2 ان سيل ممبرين اوف الهوست، اهي هيمسك مع الاي سي اي 2 اوف الهوست، تمام. ده الاس 1 هيمسك مع الاي سي اي 2، مش هيحصل فيوجن ويز الهوست باي اس 2 سب يونت، ماشي. هيخش بقى بعد كده. تالت حاجه، افتر الفيروس انتر السيل الفيرال ار ان اي جينوم از ريليزد انتو ذا سيتوبلازم، هينتلك في السيتوبلازم، تمام. هيحصل بعد كده ترانزليشن انتو ستراكشر بروتين، هيحصل الترانزليشن بعد كده اهو زي الرسمة بتقول. بعد كده رقم 5، بروتينز ار ترافيكد ثرو ذا جولجي بودي تو بروديوس جلايكوزيليتد بروتين، ماشي. ده الجولجي بادي، البروتينز ترافيكت خلال الجولجي بادي عشان تنتج لك جلايكوزيليتد بروتين. بعد كده رقم 6، الفيرال كابسيد اسيمبل فروم فيرال ار ان اي ان ذا سيتوبلازم. بعد كده فيزيكلز فيوزز ويز ذا سيل ممبرين، هيحصل ريليز للكوفيد فيرون انتو ذا لومن، تمام. الفيزيكلز هيحصل لها فيوزز ويز السيل ممبرين، هيحصل ريليز كوفيد فيرون انتو لومن، تمام. دي اخر رسم. هتطلع بقى فيروس كده، هيطلع بقى، ماشي. بره الخليه هيبقى اسمه فيرون، بره الخلية هيبقى اسمه فيرون، جوه الخلية يبقى اسمه فيروس، جوه الخلية يبقى اسمه فيروس، بره الخلية يبقى اسمه فيرون، تمام. بيقول لك what are the laboratory tests used for diagnosing each of the following whooping cough infection in children. السؤال ده عليه 10 درجات. اول حاجة direct culture and then seen under microscope، بعمله مزرعة واشوفه تحت الميكروسكوب. البي تي بي سي ار work on دي ان اي of البكتيريا، بتشتغل على دي ان اي بتاعت البكتيريا. indirect بتشتغل على الانتي بودي سيرولوجي. used to confirm infection with the beta pertussis in adult the coughing more than 3 weeks، اكتر من 3 اسابيع. بعد كده كوفيد 19 انفكشن، تاني حاجه ده تاني سؤال، كوفيد 19 انفكشن ده الليبراتوري تيست بتاعتها، سيل كالتشر انتيجينيك تيست ديتكتنج نيوكليوكابسيد بروتين اوف السارس ان نازوفرينجال سواب. طبعا في المعامل الفتره اللي فاتت كنا بناخد مسحه من الانف وموليكولار ميثودز بي تي بي سي ار والسيكونسنج، سيل كاونت ليمفوسايت بي ال المونوسايت والايزينوفيل، الايزينوفيل بي ال. رقم 5، السي تي سكان بعمل اشعه والبايوكيمستري، برولاكتين بيزيد، ال ال سي بيزيد، ال اس تي بيزيد، دي انزيماتيك كبد، دي دايمر بيزيد، والفيبرين ديجراديشن برودكت، والاف دي بي بيزيد. البرولاكتين بيزيد ده الهرمون المسؤول عن افراز اللبن، فممكن لو في ست مثلا يعني جالها كوفيد 19 ممكن ينزل لبن من صدرها، ماشي.
بقول لك واي باتس والبنجوليان جود كاريرز فور كوفيد 19. بيقول لك ليه هم الخفافيش وال كده الحيوان البنجوليان ده يعني بيحملوا الكوفيد 19 كويس. they have unique immune system protect them from any viruses carry only corona. عندهم نظام مناعي كويس جدا بيحموهم من اي فيروس. ما عدا الكورونا فقط الكورونا فقط الكورونا. their high body temperature higher level of interferons which activate antiviral state. تمام. الباتس only mammals which can fly increase their body temperature transfer of the virus. ودرجة حرارة جسمها بتعلى وكمان هي بتنتقل الثدييات اللي بتنتقل من مكان لمكان transfer of the virus فتقدر تنقل الفيروس بشكل سهل كده. This is the organs affected على COVID-19 infection. Give reasons for your answer. الكلام ده على خمس درجات. الأعضاء اللي بيأثر عليها COVID-19 الفترة اللي فاتت كان اللانجز الشيست يعني. دكاترة تخصص الصدر دول يعني كانوا بيموتوا كتير جدا بسبب ان طبعا كل مرضى كورونا بيروح عليهم. اللانجز اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم داي تو ريليز اوف لارج اماونت اوف البرو انفلاماتوري سايتوكينز. بعد كده الكيدني افتر لانج انفكشن الفيروس انتر البلاد اكيوميليت بتراكم في الكيدني كوز دامج في الرينال سيلز هتدمر الكلى. الهارت اكيوت مايوكاردال دامج هتدمر القلب. بعد كده الليفر هتدمر الكبد فبتدمر كل ايه اعضاء جسم الانسان يعني. بيقول لك الستريت المود اوف اكشن اوف الافاريبل دراجز يوزد فور تريتنج انفلونزا ايه انفكشن. السؤال ده كان عليه ست درجات. السؤال ده متكون من جزئين تقولوا الكلام وتقولوا الرسمه ماشي. طبعا الرسمة بيبقى عليها نص الكلام او نص الدرجة وربع الدرجة. ام تو اين تشانل انهيبيتورز رامانتيدين وانهيبيتور اوف الفيرال بايندينج فيوجن اللي هي اربا دول وان اس وان بروتين انهيبيتور اللي هو باسيلين ونيوكلو بروتين انهيبيتور اللي هو نيوكليازين وفيرال ار ان اي ترانسكريبشن ترانسبورت انهيبيتور رابافيرين وانتي انفلونزا انهيبيتور اوابين. دي يحصل اديشن الفيروس هيمسك. بعد كده التاني خطوة اندوسيتوسيس بعد كده فيوجن بعد كده رقم اربعة ترانسكريبشن وخمسة ترانسليشن بعد كده يحصل ريبليكيشن بعد كده يحصل ايه بادينج ريليز. دي رقم سبعة. ده امتحان الدور الثاني اللي هو كان يوم 11/1/2021 ماشي. بيقول لك سكتش ذا مورفولوجيكال ستراكشر اوف كوفيد 19 فيروس اند منشن ذا فانكشن اوف ايتش بارت. السؤال ده كان عليه 8 درجات. بيقول لك ارسم وحدد الاجزاء. اول حاجه اللي عامله زي الجيلاتي دي الجيلاتي دي اللي هي التاج. التاج اسمه سبايك لايك بروتين اس. طب اللي عامله زي حرف ال ال دي انفلوب سمول ميمبرين بروتين اي. طيب اللي عامله زي القلب دي جايه من الهارت هيماجلوتونين ستريت اتش اي. طب والحلزونه دي جينوميك ار ان اي. طب دي نيوكلو بروتين ان. طب اللي عامله زي الفستان دي ميمبرين بروتين ام. طيب بعد كده بيقول لك الاستراكشر والفانكشن اوف السبايك بروتين. الاستراكشر اس 1 سب يونت والاس 2 سب يونت.
وبيقول لك ان الفانكشن الاس 1 صبيان بيمسك مع الفيرون لل تو الهوست سيل، الهوست سيل سيرفيس ريسبتورز، والاس 2 سبيونت فيوزز ويز الهوست فايرال ممبرين تو انتر الفيروس انسايد السيتوبلازم اوف الهوست كورونا فيروس. الاس بروتين از ا سيجنيفيكانت كورونا فيروس، الاس بروتين is a significant determinant of the virus enter into the host cell coronaviruses. طب الطيب السارس كوفيد ميرس كوفيد والسارس كوفيد 2 بيختلفوا only في الستركشر بروتين اللي هو الاس والاي والان والام. تمام، بيقول لك ديفاين السيتوكين ستورم ان كوفيد 19. السؤال ده كان عليه 3 ضربات. بيقول لك ديدلي ان كنترولد سيستماتيك انفلاماتوري ريسبونس ريزلتنج فروم ذا ريليز اوف لارج اماونت اوف البرو انفلاماتوري سيتوكينز الاي اف ان شرطة الفا وجاما والاي ال شرطة اي بي وشرطة 6 وشرطة 12 وشرطة 18 وشرطة 33 والكيموكاينيز اللي هو سي سي ال 2 وسي سي ال 3 وسي سي ال 5 باي اميونو افكتور سيلز ان سارس كوفيد انفكشن. بعد كده تاني السؤال بيقول لك كومبير بتوين الديفرنت تايبز اوف الانفلونزا فيروسز. السؤال ده كان عليه 5 درجات. ادي انفلونزا A و B و C بالنسبة للجيناتيك ده 8 جين سيجمنت، ده 8 جين سيجمنت، ده 7 جين سيجمنت. بالنسبة للستراكشر ده 10 فيرال بروتين، ده 11 فيرال بروتين، ده 9 فيرال بروتين. بالنسبة للهوست رينج ده هيومن، ده السواين، ده الايكواين اللي هي الخيول وافين مارين ومامنز. هنا الهيومن، هنا الهيومن والسواين. بالنسبة للكلينيكال فيتشر مايلد تو سيفير ديسيز لارج بانديميك سيجنيفيكانت مورتاليتي، ده مايلد تو سيفير ديسيز نو بانديميك، ده مايلد ديسيز. تمام، بيقول لك وات ار ذا دياجنوستيك ميثودز فور ووبينج كاف. السؤال ده عليه 3 درجات. الدايركت كالتشر اند زين سين اندر الميكروسكوب، البي تي بي سي ار ورك اون دي ان اي اوف البكتيريا، الاندايرنج بتشتغل على الانتي بودي سيرولوجي بستخدمها تو كونفيرم انفكشن ويز بيتا برتيوزز ان ادلت كافينج مور ذان 3 ويكس. بعد كده بيقول لك سؤال رقم 5 رايت داونز افيلابل therapeutic approaches for COVID-19 illustrate the mode of action advantages and disadvantages of each one. السؤال ده كان عليه 10 درجات. السؤال ده كان محترم جدا، يعني عايز علاج الكورونا فيروس. treatment of COVID-19 virally targeted inhibitors، اول علاج اسمه remdesivir ادينوزين انالوجيو كان تارجتد الار ان اي ديبندنت على الار ان اي بوليميريز اند بلوك فايرال ار ان اي سينثيسز. بعد كده الانتي فايرال دراج اجينست الار ان اي فيروسز انكلودنج سارس ميرس كوفيد. بعد كده ديمونستريتد تو انهبيت السارس وكوفيد 2 ان فيترو. تمام، بعد كده تكملة بيت السؤال بيقولك فافا تكملة بيت الإجابة فافا بارافير رابا فايرين جايلد سيفير. ماشي، الأسماء صعبة شوية بس نحاول نحفظها.
نيوكليوسايد انالوجز مي بي بوتنتلي كلينيكال ابليكابل اجينست السارس كوفيد 2. رقم 2 الاي سي اي 2 بعد كده ميديتس السارس كوفيد 2 انتر انتو السيل از ا فانكشنال ريسبتور so blocking the binding of the S protein with the ACE2 is also strategy against SARS-CoV-2 infection. A chemotrypsin like and pepsin protease can inhibit the host innate immune response, so these can structural proteins can fight against the SARS-CoV-2. رقم 2 الانتي بودي اند بلازما ثيرابي بيشنتس دونيتنج بلازما اجينست السارس كوفيد 2 تو سيفير بيشنت كوزز. رقم 2 ذا جينيريشن اوف ريكومباينت مونوكلونال انتي بودي اكزامبل سي ار 3022 ام 396 سي ار 3014 can bind with receptor to SARS-CoV-2 to neutralize it. هدخل الانتيبادي جوه الجسم البريد، هيبدا الانتر والريبليكيشن اوف الفيروس، انا بدخله الانتيبادي فكده هيبدا دخول وتضاعف الفيروس. بعد كده بيقول لك الفاكسين بيولوجيكال بريبريشن ذات بروفايد اكتيفيشن اوف اكوايرد اميونيتي تو ديسيز يوزد فور ريديوس الديسيز سيفيريتي اند الفيرال ترانسميشن. دي واحد. رقم 2 هيلب تو كنترول الكوفيد 19. بعد كده بيقول لك التايبز اوف الفاكسينز. اول واحد لايف اتنويتد فيروس فاكسين. رقم 2 ان اكتيفيتد فيروس. رقم 3 سب يونت فاكسين. رقم 4 ريكومبايند دي ان اي فاكسين. بعد كده بيقول لك الستريس ميكانيزم اوف البوردتيلا برتيوزس باثوجينيسيتي دي عليها 4 درجات. Attaches specially to selected cell in trachea, then destroying the cell, produces several toxins. BTCYAATCT BT produces toxin. بعد CYAA اللي هو adenylate cyclase toxin. بعد كده tracheal cyto توكسين تي سي تي. وبكده نكون خلصنا الامتحانات. ربنا معاكم ويوفقكم في مادة المايكروبيولوجي. شكرا.